اهلا بكم ونشرة رياضية جديدة من نشرات الرياضية البوابة اخبار اليوم، واللي هنقوم فيها بجولة مختلفة تماما داخل الأندية والملاعب والاتحادات الرياضية لرصد اهم واخر الاخبار الرياضية. تابعونا في نشرة اخبار اليوم الرياضية. الإسماعيلي يسقط في الوادي ويخسر بهدف نظيف. فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة على نظيره الإسماعيلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الأسبوع 16 لمسابقة الدوري العام. سجل هدف الفوز لفريق وادي دجلة اللاعب محمد هلال في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 17 نقطة يحتل بها المركز 13، بينما يتوقف رصيد الإسماعيلي عند 18 نقطة يحتل بها المركز 11. المقصة يعبر الحدود بهدف. فاز مصر المقصة على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب الفيوم ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز. أحرز محمد جابر لاعب مصر المقصة هدف الفوز في شباك حرس الحدود بالدقيقة 28 من عمر المباراة، وبهذا الفوز يحتل مصر المقصة المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما يقبع حرس الحدود في المركز الأخير برصيد 5 نقاط. الزمالك ينجو من تماسيح سموحة بتعادل صعب. نجا الزمالك من تماسيح سموحة بتعادل صعب 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع 16 لمسابقة الدوري العام، وسجل هدف التقدم لفريق سموحة اللاعب عمرو المنوفي في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، ليتعادل للزمالك حمادة طلبة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 31 نقطة ليحتل المركز الثاني خلف النادي الأهلي والذي تصدر قمة الدوري ب 32 نقطة، بينما ارتفع رصيد سموحة إلى 23 نقطة ليحتل بها المركز السادس. غزل المحلة والشرطة يتعادلان سلبيا. تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مع نظيره اتحاد الشرطة سلبيا في المباراة التي جمعت بينهم على استاد غزل المحلة ضمن مباريات الأسبوع 16 لمسابقة الدوري العام، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 6 نقاط يحتل بها المركز الأخير، بينما يرتفع رصيد اتحاد الشرطة عن 9 نقاط ويحتل المركز 15. معركة الأهلي والزمالك المحتدمة في الكواليس. اشتعل الصراع في الكواليس بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بسبب فيريرا المدير الفني السابق للأبيض، حيث دخل الأهلي في مفاوضات جادة مع البرتغالي فيريرا لقيادة الأحمر خلفا للمدير الفني السابق باسيرو، وهو ما استفز مسؤول الزمالك. وقال مصدر مطلع داخل قلعة الزمالك أنه في حالة إتمام التعاقد مع فيريرا ستكون هناك ملاحقة قضائية للمدرب البرتغالي والمطالب بدفع قيمة الشرط الجزائي للزمالك وقت هروبه من قيادة الفريق، وجاء ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدر للأهلي أن فيريرا له شرط جزائي لدى الزمالك وهناك اشتباك ستحسمه المحكمة الدولية بين الطرفين. الأهلي ينفي معاقبة عماد متعب. نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ما تردد حول توقيع عقوبة مالية ضد عماد متعب مهاجم الفريق، وذلك بسبب خروجه غاضبا من لقاء الاتحاد السكندري، وأضاف عبد الحفيظ أن اللاعب لم يخطئ ولم يصدر عنه أي تصرف يعرضه للعقوبة، مشيرا إلى أن البعض يحاول أن يضخم الأمور ويتحدث عن أمور غير صحيحة بالمرة. الانقسامات تضرب مجلس الأهلي. حالة من الانقسام تضرب مجلس إدارة النادي الأهلي بشأن اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلفا لبرتغالي جوزي باسيرو، وأكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي أن هناك فكرة تدور داخل جنبات المجلس بالإبقاء على زيزو كمديرا فنيا لنهاية الدور الأول، خاصة في ظل ارتباط الفريق بخمسة مواجهات صعبة ومصيرية أمام إنبي والزمالك وطلائع الجيش والمحلة والمصري البورسعيدي والتي تحسم بشكل كبير شكل المنافسة على الدوري. باريس سان جيرمان يحقق رقما قياسيا جديدا. حقق باريس سان جيرمان رقما قياسيا جديدا بالوصول للنقطة 60 في 22 مباراة بالدوري الفرنسي، وهو رقم غير مسبوق في الليج، ليواصل فريق العاصمة الفرنسية التحليق ويصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب الدوري الفرنسي الرابع على التوالي والسادس في تاريخه. منتخب الفراعنة يخطو نحو لقب البطولة.
أعرب المدير الفني لمنتخب المصري لكرة اليد مروان رجب عن سعادته البالغة لتخطي منتخب الكاميرون والفوز عليه في ثالث جولات المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية والمقامة حاليا على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة والمؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل. وأضاف مروان خلال المؤتمر الصحفي أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة بحسابات منفصلة، وأن جميع المنتخبات المشاركة لديها طموح لحصد اللقب، وأن المنتخب المصري يخطو نحو لقب البطولة بمستوى ثابت، ومنتخب الفراعنة قدم مباراة قوية أمام المنتخب الكاميروني، وأن اللاعبين أظهروا أداء جيدا على المستويين الفني والبدني طوال شوطي المباراة. القوس والسهم يستعد للبطولة الأفريقية بمعسكر مغلق بناميبيا. دخل منتخب مصر للقوس والسهم معسكرا مغلقا في ناميبيا لمدة 3 أيام قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيريو، والتي تقام في ناميبيا في الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري. وتضم البعثة المصرية 15 لاعبا، ويرأس البعثة المصرية عضو مجلس اتحاد القوس والسهم ريهام سويلم. سعدت بلقائكم، وإلى لقاء جديد في نشرة رياضية جديدة. كانت معكم نور إبراهيم من بوابة أخبار اليوم.